فكان الفضل بعد الله لذلك اليتيم. والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد، خير من ركب القوادي وأبر من دعا في النوادي وفاق ليوسى العوادي. أرى كل مسح في النبي مقصرا، وإن قصرت كل البرية أصفرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن داوم المثني عليه وكررا، إذا الله أثنى عليه بنفسه كفاه بذا فخرا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بذاته، فما مقدار ما تمدح الورى، يطيب لذي القلب المنور ذكره، كما طاب غض الماء لكبد الحرى. حياكم الله وبياكم، وطيب الله أوقاتنا وأوقاتكم، ومساءنا ومساءكم، وبوأنا الله وإياكم بحسن الإياب والمنقلب. حيا الله الوجوه والأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تحيي الضمير وتقي الجمع من التكفير. ونسأله كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك على غير دنيا ولا تجارات تبتغى، أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه رسالة لا يحملها شاعر بريد، ولكن يحملها مهد قلبي. وهذه رسالة لا توضع في صندوق بريد، ولكن توضع في قلبي وفي قلوبكم. رسالة عبر الأثير أيها الكرام الفضلاء، خلدها ربي تبارك وتعالى، فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. خلدها ربي تبارك وتعالى فقال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. خلدها ربي تبارك وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وخلدها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال في سيرة عطرة وفي أحاديث شريفة منيفة كما جاء عند السنن وتقريب الحافظ المنذري:
عن ابن عمر قال: قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك ومن فراغك لشغلك. وها هو عقبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه يقف يوما خطيبا كما عند الإمام مسلم في صحيحه وهو يقول: إن الدنيا قد آذنت بصوم، يعني انتهت كما نحن الآن في الجمعة الأخيرة من عام 37 و400 ألف. وها هو يتصدر ذلك العام كما تصدر قبله أعوام وقبله دهور وقرون وأيام وأزمان، ولسان حالنا كما قال ذلك الشاعر وهو يوضح لنا هذه الأبيات الجميلة، يقول: مرت سنون بالوئام وبالهناء فكأننا وكأنها أيام. يقول: مرت سنون بالوئام وبالهناء وكأننا أيام، ثم أعقبت أيام سوء فكأننا وكأنها أعوام. نجانا الله وإياكم من أيام السوء ومن أعوام السوء، وجعل أيامنا كلها هناء وطاعة في رضا فاطر الأرض والسماء. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حزاء، يعني انتهت وولت حزاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يعني شربة التي توضع في الإناء يتصابها صاحبها، يعني يشربها صاحبها ولا ترويه، يتصابها صاحبها ومع ذلك فإنها لا ترويه ولا تفيده ولا يهنأ بها ولا يجد لها ذواقا ولا يجد لها مذاقا. ثم بعد ذلك يقول: وأنتم منتقلون منها إلى دار لا نقلة بعدها، فانتقلوا منها بما يحييكم عند ربكم. ولقد أخبرنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن حجرا ألقي في جبير جهنم فيصل إليها بعد 70 خريفا، وإن الله خلق النار وجعل لها منها وجعل لها قسمها وجعل لها حظها ونصيبها. وها هو علي رضي الله عنه وأرضاه يذكرنا بهذه الدنيا وبزوالها وبانقضائها كما يأتي عنه موقوفا يقول: إن الدنيا قد ولت مدبرة وإن الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وقد حساب ولا عمل. يفرح الناس بانقضاء الأزمان، لكن السلف كانوا يبكون بانقضاء هذه الأزمان. وقف أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله على رجل قال: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: أنا زلت تسافر إلى الله منذ 60 عاما؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتدري ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أي إنك يا عبد لله مربوب وإنك إليه راجع. قال: يا أبا علي فما الحيلة؟ يا أيها المدثر، يا أيها العاصي، يا أيها الذي تنقر نفسك ليل مساء، يا صاحب السوء ويا أصحاب السوء ويا من تعصون ربكم ليل نهار، يقول: ما الحيلة إذن يا أبا علي؟ قال: أن تستغفر فيما مضى وأن تستقبل ما بقي، يكتب لك ما مضى وما بقي. الله أكبر. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقفت تلك المرأة وقالت تلك الأبيات
الجميلة ليتك ترضى والحياة مريرة ليتك ترضى والأنام غضاب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين قرار اللهم إن صح منك الوجه فالكل هين فكل ما على التراب تراب. كلام جميل. ربنا عز وجل يقول يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفور. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كم معنا وبين أيدينا والمتكلم ليس بخير من السامع وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كم منا هو قاطع للرحم كم منا هو آكل لوالديه كم منا من هو يأكل أموال الفقراء والأيتام كم منا من حرم عاملا حقوق فهو كم منا من آثى بالغيبة والنميمة كشف حسابه ورسالة عبر الأثير تقول لك قبل أن ترسل رسائل ختام العام بالتهاني ينبغي أن تجرد حسابا لنفسك. أصحاب الشركات أصحاب المؤسسات رجال الأعمال ماذا يفعلون في الختام كل سنة؟ يأتون بأمهر المحاسبين والمدققين القانونيين ليقول له أريدك أن تجد الحكيمة هي جهزة للحساب ويجلس ويخرج له جرد الحساب وكشف الميزانية. هنا إن كان رابحا فرح وإن كان خاسرا حزن وأصابه الحزن ليؤمن خطة استراتيجية جديدة للعام الجديد. لا ينبغي أن يكون مدير المؤسسة والشركة من سعى لأجل الدنيا خيرا منك يا من تريد الدار الآخرة. الفضيل بن عياض رحمه الله كان قاطعا للطريق فارتقى يوما بيتا ليسرق فسمع تاريا من داخل البيت يقول ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال فنزل وقال بل آن وأقبل عابدا فكان من عباد الحرمين وجاء بينه وبين ابن المبارك ولا تصح إسنادا حديثيا نقول استئنافا في مقامنا هذا فلزم الحرمين مكة والمدينة. وابن المبارك أرسل إليه يوما فقال يا عابد الحرمين لو أصرفنا. ابن المبارك هو أمير المؤمنين هو المحسن العادل الورع القدوة الأثير الغني كان رجل يخرج الحجاج معه من أرض مرو في خراسان على نفقته الخاصة ثم إذا رجع من الحج اشترى لهم هدايا لأهله. كانت مرو تزن بالبخل فلما نشأ فيها ابن المبارك كانت تمدح بالكرم لأجل عين تسقى مرجع عيون وتكرم مرجع عيون وتكرم بلاد المدن من أجل هذا الرجل فقط. فقال كان يلالم سنة ويحب سنة أخرى فأرسل الفضيل فقال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يكذب همه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتفضل ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهد السنابك والغراب والغبار الأطيب ولقد أتانا من قول نبينا قولا صادقا لا يكذب لا يجتمعن دخان نار وغبار في سبيل الله لقدم تذهب. اللهم وفق جنودنا في حجنا يا رب العالمين واكتب لهم النصرة والتمكين واخلفهم في أهلهم بالخير ومن لقي منهم مضل غير مضل فاجعلهم في نبيه الأعلى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. فلما قرأها فضيل بن عياض بكى قصة مشهورة لكن إسناد الحديث لا تصح لكن كلامها جميل يدللك على أنك لابد أن تجلس
أن تجلس فترى من اغتب ومن من حق مال من أهل، وأن تتذكر ما قاله أحد الشعراء وهو يقول كلاما جميلا، يقول: فقلت لنفسي والدموع غزيرة أنفسي متى عنك الغواية تنجلي. فحتاما كم تسمع لقولة ناصح، كم مرة سمعنا محاضرات وسمعنا مواعظ وخرجنا منها بكف حنين، فحتاما كم تسمع لقولة ناصح ولم تلتزم في حيها بالتحول. أما آن أن تبدو بعفة صالح وعيشة زهاد وقلب مبتل، أما آن أن تلهي القصائد سلها. أتذكر ببئر معطل؟ أيا نفس توبي، أيا نفس توبي من مكر إلى هوى وفري إلى المولى بتوبة مقبل. فإن حياة الله كالظل زائل، فطوبى لذي عقل وبالخير مبتل. هذا أفضل ما تستقبل به الأعوام وأفضل ما تستقبل به الأيام، ثابة نصوحة بين يدي واحد الزهائد، بين يدي الواحد الديان الذي ملأك بالخير ليل نهار وأسبق عليك النعم ظاهرة وباطنة، أمن وأمان وخير يبدو عليك ويروح. أمير المؤمنين يوم بنى بيتا وقصرا منيفا، فدعا الشعراء لكي يتغزلوا في ذلك القصر، فجاءه العتابية وكل شاعر ألقى قصيدته، ثم جاءه العتابية شاعر الزهديات، فقال: أمير المؤمنين، عش ما بدا في ظل سارحة القصور، يغدو عليك بالحضور في الرواح وفي البكور، فإذا ما حشرجت يوما وضاق بها الصدر فاعلم أنك في غرور. عش ما بدأت وكل ما يبدلك وانفس ما تريد، لكن في النهاية يوم الأربعاء، يوم الأربعاء بين الأذان والإقامة في إحدى مساجد جدة، وذلك الشاب في منتصف العقد الثالث 35 سنة، بين الأذان والإقامة فاضت روحه إلى داره. اللهم اغفر خواتيمنا رب العالمين. كان عامر بن الزبير يقول: الله مني حل كنيسك الحسنة. قال: وما تلك يا أبتا؟ قال: أن يتوفاني الله وأنك. اللهم علمنا ميلة الحسنة في زمان فاضل وفي مكان فاضل وعلى حال فاضلة يا رب العالمين. يعيش الإنسان على ما مات عليه ويبعث، ويعيش يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. يقول أهل المسجد: إن من حال هذا الرجل كما عرفناه ذلك الشاب أنه من أهل قيام الليل وقيام النهار. خبيع بينك وبين الله تبارك وتعالى، نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يمضي يدني إلى الأجل. دقت قلب المرء قائلة: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لموتك بعد العمر مذكرا، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هذا الذي نحن نريده مع استفتاح السنوات وعلى استفتاح الأعوام ومع القدوم على الواحد الزياء ربنا تبارك وتعالى. ينبغي أن نغتنم الأيام، نغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. ينبغي أن تغتنم هذه الأوقات وتغتنم هذه الأمور الجميلة الفاضلة. بماذا تغتنم؟ وبماذا يخبرنا عبر الأثير في رسالته ساع البريد؟ هذا ما يكون بإذن ربنا عز وجل اقتصارا في الجزء الثاني من الخطبة. أنا واستغفر ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأيضا بقدره وقضائه وصلاة وسلامه على سلمان الأكملان
على أبي القاسم الطباشير وقلمين عدنان وعلى آله وزوجه وصحبه والتابعين وعلى معهم بإحسان إلى يوم المآل. احذر البدع في ختام العام. ونحن مع وسائل التناصر اللا اجتماعي من الوقت اللئيم ابن اليتيم إلى غير ذلك من هذه الوسائل التي فيها من الأذى، نعم فيها من الناس، وفيها من الضر، نعم فيها من الضر. إذا كيف الخلوص؟ الخلوص أخي الحديث صاحب سناب شات اللي عنده قناة على اليوتيوب، اللي عنده حساب في تويتر، اللي عنده حساب على الفيسبوك، نقول لك اتق الله عز وجل. سيفنى كل كاذب ويفنى ما كسبت يداه، فلا تكتبن شيئا يسوك في القيامة أن تراه. قبل 3 سنوات وأنا أريد موضوع خطبة الجمعة، فتصفحت الأخبار فوجدت شابا في مدينة من مدننا المباركة يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم وأدخل الجنة وأغلق منها وثيب عليه، ولا تقوم الساعة إلى يوم الجمعة، وفيها ساعة الإجابة، لا يوفق عبد يدعو الله، وفي رواية يصلي أجمعنا يدعو الله إلا تجيب له كما هو صحيح. وهذا الشاب أخذ السيارة في الصباح يفحص فدخل تحت تريلا رحمه الله ورحمه الله. تمر الأيام ونسمع عن أحد الناس أيضا الله يرحمه رحمة واسعة، بعدما ناب أصحاب السوء اجتمعوا عليه فرجوه إلى ما كان عليه قبل ذلك، ولقي أيضا ربه مفحصا قبل عدة أيام. اللهم ارحمه يا رب العالمين، اللهم تجاوز عنه يا أرحم الراحمين، اللهم في هذه الساعة تبشبش له سنة عقيم الشيخ. إلى متى أيها الشباب؟ إلى متى في هذه التخليعات والتصفات؟ وإلى متى في التفسير والأذية؟ إلى متى؟ إلى متى أيها المدخن ولو اطلعت على رئتين؟ وهذه موجودة في جمعية التحسين في حي الفيحاء، زورها أيها المدخن، يا نادي، يا أخي بالله، يا أنا أحبك وأتمنى لك النصح والتوجيه، يا من يكره الشيشة، حتى النساء أصبحن الآن يكرهن الشيشة. إلى الله المستشفى، اللهم عافنا يا رب العالمين، مما ابتليت به كثيرا من خلقك يا أرحم الراحمين. إذا برئتين، رئة سوداء كالفحم وأخرى متوردة، هذه رئة مدخن وهذه رئة إنسان سليم. من الآن ونحن مقبلون قل وعزيت إليك ربي لترضى. وإنك حديث في صحيح الصحيح وفي السيرة الصحيحة، وإنك ما إن تترك لله شيئا إلا عرضك الله خيرا منه، لله اترك لله وتصدق بهذا المال أو تطر به أمتك أو أباك أو اجعله في يد فقير لعله يرفع إليه يدعو لك فتسعى للدنيا والناس. فنقول لأصحاب الشباب اللي عندهم هذه الصفحات ومشغولون بعالم الميديا الجديد والإعلام الجديد، نقول له اتق الله، فلا تنسي أخي الحبيب. يا أخوان لو تنسوا إخوانكم على الأبواب، إخوة على الأبواب تفضلوا ادخلوا وتوسعوا لهم، توسعوا في المجالس ليدخل الإخوة على الأبواب جديدكم. فأولا لا تنسي الصور فيها نساء أخي المبارك، ولا تنسي مقاطع فيها غناء، ولا مقاطع فيها رقص، ولا مقاطع فيها استهزاء أخي الحبيب. لا تبطل هذه الأشياء واتق الله، وستوقف يوم القيامة كما ولدت أول مرة، كردان أول خلق نعيده، يحشر الناس حفاة عراة غملا ذهلا بهلا، كردان أول خلق نعيده كما في الصحيح، ونضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا، ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل شيء مكتوب وكل شيء مسجل. الشاهد هذا الشاب كان عنده قناة على اليوتيوب مليئة بالغناء والوجود، فإذا بوالده قرأت له تغريدة وهو يقول أرجو من جميع من كان يتابع ابني عبر اليوتيوب أن يساعد في إغلاق هذه القناة. الله أكبر، وين تحط الهاتف؟ وين تلقاه الآن؟ ومن منهم يستجيب ومن منهم لا يستجيب يا أخواني؟ من الرؤى العجيبة أهل الشباب
كان متخصص في المقاطع الإباحية ويتنكر على زملائه أنه يملك مواقع إباحية مشترك فيها أكثر من الآخرين. نقول هذا الكلام لأن عمة البلوى به وابتلي به الكبير قبل الصغير والمتزوج قبل الأعزب، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا ويقوم لخير الخول والعمل. فإذا بهذا الشاب يجلس بين أقرانه فيقول له منه يقول له سوي لي اشتراك، فيسوي له اشتراك، يموت هذا الشاب سبحان الله والباسورد عنده. وطبعا هذه المواقع والعياذ بالله كل أسبوع في أيام محددة ترسل الرسائل الناشرة والمقاطع الإباحية. أحد الناس من زملائه رآه في الرؤيا أن كلابا تبول على قبره، فقصها على معبر، قال كيف كان في حياته؟ قال كان كذا وكذا. قال إذن هذه هي الرؤيا، لا تحتاج إلى إيه تعبير، قد فسرت نفسها بنفسها. قالوا يا شيخ وما الحل؟ قال أولا توقفوا عن المشاهدة ثم تراسلوا هذا الموقع لكي يوقف هذه الرسائل الخبيثة الماشية والمقاطع الجنسية عافانا الله وإياكم. قالوا فلما راسلوا القناة راسلوا هذا الموقع قال لا نستطيع لأن كل معبر له باسورد ويوزر نيم، له كلمة مرور كلمة سر واسم مستخدم، لا يعرف أحد كلمة السر إلا هو. قالوا طيب وش الحال؟ قالوا باقي 6 أشهر على انتهاء الاشتراك، ستستمر الظروف 6 أشهر. انتبه أخي الحبيب، انتبه في نهاية العام من رسائل سامعتكم وتابعوني وعفوت عنكم واعفو عني، كلا لا تكن هكذا أوردها سعد مشتملا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إن كل من أخطأت إليه ووقعت في حقه فعليك أن تتوب أولا وأن تعوب وأن تندم وأن تستسمح منه شخصيا فيما أخطأت إليه. أما هذه الرسائل تقرأ أو لا تقرأ وليست من السنة في شيء. ثالثا انتبه أن تقول آخر جمعة فاقسموها بالاستغفار، وأول يوم ابدأوه بالصيام. نقول كل هذه من البدع والمنكرات، فلا يشرع عمل عبادي في زمان أو في مكان إلا بأمر توقيفي من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. كل هذه من البدع. وبعض الناس يقول صحيفة العام تقوى فاجعلوا آخر شيء في الاستغفار، قلنا إن صحيفة العام لا تقوى إلا بموت صاحبها، لا تقوى الصحائف إلا عند الموت، لا تقوى صحائف بختام عام ولا ببداية عام. وأيضا ما يكون من ما يسمى احتفالات العام الهجري، نقول إن العام الهجري لا يبدأ بشهر محرم، ولكن هذا ما اتفق عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بما نبدأ تاريخنا، لأنه بدأ يدون الدواوين ويصك العملة. قالوا بالهجرة؟ قال لا. قالوا طيب بالحج؟ قال لا. قال اجعلوها بأول شهر بعد الحج، لأن الناس رجعوا من خالف أركان الإسلام كيوم ولدتهم أمهاتهم، فاجتمعوا على شهر الله المحرم وليس هو من بداية العام، وإنما الهجرة كانت في ربيع إجماعا في 12 من ربيع ولم تكن في محرم، فينتبه لهذا. وأيضا نشر الأفلام وضيع الأجر علينا، نقول هذا لم يصح أن لم يصح بنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه، كل هذا كذب. ثم بعد ذلك أخي المبارك، يا من جعل الله لك يدا في هذه الوسائل، اجعل لك كتابا مثل الترغيب والترهيب للمنذر، رياض الصالحين، الأربعون النووية، وكل يوم في المجموعة التي أنت فيها ارسل صفحة فيها حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ارسل مقطعا لشيخ الجذب العثيمين، لشيخ بن باز، لشيخ اللحيدان، لشيخ بن جبريل، لمشائخنا، لعلمائنا، يكتب لك أثره بعد ايش؟ بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. ثم أيها الإخوة تراحموا، يا من هجر أخاه تواصل معه، فإن عملك لا يرفع فوق رأسه،
يا من عق أمه لا تنزلن عق والديه، اذهب والزم رجليها فثم الجنة. يا من عق أباه الزم وفض الرأس عليك واستسمح منه. الأب والأم بابان مسموحان إلى الجنة، إذا مات أحدهم أغلق الباب فدونك الآخر. يا من مقر على المعاصي، يا من لم يأتيه الذنب في رجب وعفى الله في شهر شعبان، أتاك رمضان فاحتبل وختم لك بخير ذلك العام. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة ليل المهيم الأليل، ويرى موقع عظامنا من خلف ذلك الجسم النحلي، فاغفر لنا يا ربنا ما كان من ذنب في الزمان الاول. الا وصل وسلم على من امره الله بالصلاه عليه والسلام، فقال في محكم التنزيل في اي ذكر حكيم، مبتدئا بنفسه مثنيا بالملائكه المسبحه بقدسه، مؤمنا بكم ايها المؤمنون من خلق الله حكيما عليما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الأبرار الأربعة، الصديق أبي بكر صاحب الغار، والفضل في عمر بن الغار، وذي النورين عثمان أبي زوج الكوكبتين الأبكار، وأبي الصفين علي الكبار، وحسن العشرة البشرين بالزمان، والصحابة والتابعين وأمهات من العظم، وعن معهم بإحسان إلى يوم ما غزلات نفوسنا تقواها، زكها الكثير من زكاها، أنت وليها وولاها. اللهم انزل علينا عند حدودك البركات، تكفر عنا جميع السيئات، وفقنا لقول لا اله الا الله عندنا، وتحسين عاقبتنا في الامور كلها، نجينا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. اللهم لا تفرق جمعنا الا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت امرنا، وقلت قم القول فقدمنا سيئاتكم حسنات. اللهم هب المسلمين منا للمحسنين، اللهم هب المسلمين منا للمحسنين، اللهم تب علينا وعلى التائبين، اللهم تب علينا وعلى التائبين، اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا وقد خفت علينا يا رب العالمين، ويستغفر لنا التوبه وسبيلها يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واجعلنا من الصالحين، غيثا مغيثا سحا قذفا مجللا نافعا غير ضار، على الضرر والاثام وبطون الاوديه ومنازل الاسيار، تسقي به البلاد وتنفع به العباد، وتجعله برحمتك بلاغا للحاضر والباب، تقي رحمه لا تقي عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا برق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاه امورنا لما تحب وترضى، اللهم اصلح لنا الحرم الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بنصيحه الى الذل والتقوى، يسر له بصلاه الخير يا رب العالمين الذي تدله على الخير يا ارحم الراحمين. اللهم اعنه ونوابه واعوانه ووزراءه على كل خير من البلاد والعباد، اللهم اجعل به كلمه الاسلام، واعز به المسلمين، اللهم اعز به الاسلام والمسلمين، وارفع به راي التوحيد، وانصر به العدل لكل العبيد يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم انصر أهل السنة في بلاد العراقين والشام وفي اليمن وأراكان وفي فلسطين وفوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصر جنودنا في الحج يا رب العالمين من جنود وفي كل حج يا أرحم الراحمين، اللهم يا قوي يا جبار يا قيل حفظ الذي يأتي من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، يا قوي يا جبار يا متين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين والدين من الرافضة والشيعيين ومن مالاهم وشيعهم، يا قوي يا جبار يا متين، اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فاعله، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، ارحم الولاداء يا رب العالمين والعلماء والولاة، اللهم ارحم آباءنا كما رفضنا صغارا، اللهم كان منهم ميتا فارحمه رحمة الأبرار، ومن كان منهم حيا فاطل عمره على خير يا رب الأرباب، يا فاطر الأرض والسماء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تم الكلام رب المحمود رب المكارم والعلى والذي كل صلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ما نحى حمده ولا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.